بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى اسمه نتوكل، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم بأجمل تحية صباحية من هذا الموقع الرياضي من أرضية ميدان سيح صبرة لسباقات الحقنة العربية الأصيلة، حيث أن برامجنا اليوم خصص لسن الإذاع وسن الامتاع والاستمتاع، 10 أشواط خصصت أيها الحفل الكريم عبر جهاز الديوان صاحب السمو رئيس الدولة، ومتابعة من قبل اتحاد سباقات الهجن، وكذلك أيضا اللجنة التنظيمية على أرضية ميدان سيح صبرة كلا في مجال اختصاصه، والذي تأتي بهذا التاريخ مشاهد الكرام 30 من شهر 10 لعام 2022، حيث أن تتوالى هذه الانطلاقات في هذه الفترة الصباحية بالعشرة أشواط ما بين الأبكار والقعدان، المحليات والمهجنات الأصايل، انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين. نسير في هذا المسار وبهذا الانطلاق وسباقنا الخامس في انطلاقات هذا الموسم لهذه أيضا السباقات الموسمية التمهيدية. هناخذ مقدمة الشوط أيها الحفل الكريم، ونستفتح إذاعتنا مع الظبي أحمد بن عبيد بن نورة العامري، هو من يقدم الظبي على مقدمة الشوط مع المركز الأول، بينما المركز الثاني مغثة، راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي احتلت المركز الثاني. المركز الثالث تقدم في هذه اللحظات وحضور مع سمحة عبد الله بن راشد بن علي الكاسبي، احتلت المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع تتقدم أيها الحفل الكريم، تنطلق أيضا سمحة سالمين بن محمد بن سالمين العامري، احتلت المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس حضور مع زاخرة وسالم بن عبد الله بن مطر الرشيدي حاضرا في هذه اللحظات. أبو عبد الله يقدم ايضا اللي هي مشاهد الكرام زاخره، تتقدم بدورها في هذه اللحظات خاطفه للمركز الخامس. هذه هي نتائجنا مشاهد الكرام للمراكز الخمسه الاوائل، وكذلك ايضا جوائزنا للمراكز العشره من كل شوط العشره في هذه الفتره الصباحيه. ما شاء الله، هذه الاسماء والحفل الكريم، وهذه اللقطه ايضا التي ترافق وايضا تصاحب هذا الانطلاق ايضا، وبهذه ايضا شعارات ابناء القبائل الحاضره في هذا الانطلاق وبهذا الابداع المستمر. لكن بعود على مقدمه الشوط مثل ما بدينا، ايضا لا بد من العوده مع مقدمه الشوط مع هذه المحليات الاصايل التي تسير في هذا المسار وبهذا الانطلاق. 2 كيلومتر انتهينا منها، وأيضا 3 كيلومترات متبقية عن الوصول العبور نحو خط النهاية، ولكن أيضا بن سالمين أيضا هناك بن نورة مع مقدمة الشوطة مع المركز الأول أحمد بن عبيدة بن نورة العامري، قدم الظبي على مقدمة الشوط مع المركز الأول، تنطلق بهذا الشعار وبهذا أيضا الإبداع المميز. مغثة تليها بالمركز الثاني، راشد بن دنان بن فالح الشامسي حاضرا مع مغثة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث تقدم في هذه اللحظات مع مشكور محمد بن سالم بن محمد العامري، احتلت المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم مع ايضا منحاف وصالح بن بخيت بن مسلم طاس العامري، قدم منحاف مع المركز الرابع. والمركز الخامس شوف الوصول في هذه اللحظات، وشوف التقدم من خلال تواجد وانضمام زعفرانه بطيب السيل بن بطيب الهواشة الخيلي حاضرا في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق مع اول الاشواط، اول التحديات الاولى الصباحيه مع هذه الاسماء مع هذا التواجد والحضور في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر. اول اشواط المحليات الاصايل،
محليات انتاج الوطن والدار ما شاء الله شاركت بعضها في الموسم الماضي، سجلت حضور لمالكها مشاهد الكرام ايضا بالانجازات مع سن اللقايه، وقدمت ايضا ابداعات مثيره وهدت ايضا النواميس ايضا لجماهيره ومحبي شعاره. بينما اتابع ايضا واعود الى مقدمه الشوط بلقى ايضا مغثه راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي حاضرا راعي سمحه في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق على مقدمه الشوط مع مغثه، هي من تتقدم الجموع في هذه اللحظات وتقود هذه السربه من ذلل المحليات الاصايل والتي يبلغ نصاب الشوط 18 ذلول ايضا حضرت في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع المستمر. هذه هي مشاهد الكرام، مغثه مثل ما سلفنا على مقدمه الشوط راشد بن دنان بن فالح الشامسي، بينما المركز الثاني ايوه الحبل الكريم تقدم مع ايضا هني حضور وتقدم مع اللي هي مشاهد الكرام الظبي واحمد بن عبيد بن نور العامري احتلت المركز الثاني، تقدم مع بن طاسه من خلال تواجد ايضا منحاف صالح بن بخيت بن طاسه العامري قدم منحاف على مستوى المركز ايضا الثالث في هذه اللحظات وبهذا التقدم. رابع الاسماء اتابع من الطرف الاخر وشوف التقدم في هذه اللحظات، يبدو انه الرشيدي حاضرا مع ايضا زاهره وسالم بن عبد الله بن مطر الرشيدي يقدم زاهره على رابع الاسماء وخامسها، التقدم والحضور في هذه اللحظات من خلال تواجد ايضا مشكوره محمد بن سالم بن محمد العامري احتلت خامس الاسماء في هذه اللحظات. بدينا في الانعطاف، بدينا في الالتفاف في هذا الاوان وبهذا الابداع المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. 1200 يفصلنا عن الوصول عن خط النهايه ما شاء الله، وهذا التقدم مع مغثه على مقدمه الشوطه مع المركز الاول تنطلق بهذا الانطلاق وبهذا الابداع المستمر على الصداره على مقدمه الشوط مع المركز الاول ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف التحدي وشوف الابداع في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذه هي مغثه على مقدمه الشوط مع المركز الاول، بينما اتابع المركز الثاني شوف التقدم مع منحاف مع المركز الثاني، يقدم منحاف صالح بن بخيت بن طاسه العامري احتلت المركز الثاني في هذه اللحظات. بدت الامور، بدت صدور الاوامر في هذه اللحظات ما شاء الله، وبدينا نقترب من خط النهايه ما شاء الله. شوف التقدم وشوف الابداع في هذه اللحظات وبهذا ايضا التحدي المثير. هذه هي مغثه لا زالت على مقدمه الشوطه، مغثه مع المركز الاول تنطلق بهذا الانطلاق وبهذا الابداع المستمر على الصداره على مقدمه الشوط مع المركز الاول ما شاء الله. لكن منحاف بدات ايضا تغير الامور في هذه اللحظات، صالح بن بخيت بن طاسه العامري على مقدمه الشوط مع المركز الاول ما شاء الله، ينطلق مع منحاف في هذه اللحظات وبهذه اثاره المستمره ما شاء الله. هذا هو بن طاسه وهذه هي نوعيته وهذا هو اشعاره وهذا هو ايضا ينقل السلامات الى اهالي زاخر في هذه الاثاره وبهذا الانطلاق ما شاء الله. وهذا هو بن طاسه عندما يسوي سبوق صح يسوي سبوق ايضا فعاله مشاهد الكرام. تهانينا بنبعثها من هذه اللحظات ايها الحبل الكريم في هذه الاثاره وبهذا الانطلاق المستمر. صالح بن بخيت بن طاسه العامري مع اللي هي مشاهد الكرام منحاف، تهانينا وناموس ولحظات الوصول العبور نحو خط النهاية. وتسلم يمينك يا بوب خيت. المركز الثاني عند ايضا بن دنان، المركز الثالث عند الرشيدي، والمركز الرابع شوف الوصول في هذه اللحظات وبهذا التقدم وبهذه الاثاره من خلال تواجد ايضا مشاهد الكرام مياسه هناك مشاهد الكرام يوسف بن محمد بن خليفه الغيلاني، والمركز الخامس كان وصول من خلال تواجد الظبي احمد بن عبيد بن نوره العامري، ومنحاف صالح بن بخيت بن طاسه العامري هي من حققت الفوز والناموس والانتصار ونقلت السلامات الى اهالي زاخر. قاطع مسافه السباق في زمن وغدره 7:52. تهانينا والناموس البعثه لصالح بن بخيت بن طاسه العامري مع منحاف.